بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأبي وأمي وأمهات المسلمين أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا هورا حماد، واحنا هنا بنشرح ايه كيتو دايت بشكل ايه لطيف وبسيط ان شاء الله. الفيديو بتاع النهارده مهم جدا لكل الستات، مهم عشان هنتكلم فيه عن التوفيق في الكيتو وبدايه اكل البيت، وهنتكلم فيه عن الميزانيه والمشتريات والفوضى بتاعت هل الكيتو ده حاجه غاليه فعلا ومكلف ولا لا. انا حاولت اجمع حبه العناصر في ورقه كده عشان مفيش حاجه تتوه مني. نيجي لأول نقطة منهم، هل الكيتو مكلف؟ للأسف هي بيتسوق غلط للكيتو على إن هو نظام مكلف جدا جدا. سبب الموضوع دوت إن الناس بتبص لتكلفة الوجبة الواحدة اللي هي إيه؟ بتبص للوجبات الغالية زي مثلا المحشي اللي الممبار مثلا، اللي بيكون محشي لحمه مفرومه، الناس اللي عملت حمام محشي لحمه معصجه، اصل ده بياخد بروتين. بس انت في كل الاحوال انت بتاخدي بروتين زيك زي بقيه افراد الاسره. زي قبل كده احنا كنا نزلنا قبل كده فيديو عن احتياجات الجسم من البروتين والخضروات الورقيه، اتمنى ان انتوا تكونوا شفتوه، هتلاقوه في السلسله بتاعه شرح الكيتو. المهم من اول وزن 100 كيلو بناخد من 200 جرام لحمه ل 250، يعني الكيلو لحمة بيتقسم على 5 مرات. طب احنا لو حسبنا كده 5 مرات يعني 5 ايام في الاسبوع، ممكن يوم يكون فيه تونة، ممكن يوم يكون فيه بيض، ماكسيموم ليكي 8 بيضات لو الوزن من اول 100 كيلو. طبعا لو وزن 80 120 150 هتبدأي بقى ايه تزودي او تقللي حسب الوزن بتاعك، مش دي القصة بتاعتنا. لو السمك هيبقى نص كيلو سمك، لو الفراخ هتبقى ربع كيلو فراخ طبعا من غير العظم. فالفكرة فعليا ان هو مش مكلف مقارنة بالأدوية، مقارنة بالسناكات المختلفة والحلويات والجاتوهات والحاجات الساقعة والفواكه بأنواعها اللي انت هتبطليها، فما يعتبرش ان هو مكلف. لكن لو جات على حد مثلا بيعمل حلويات كيتونية كتير هتلاقي لا فعليا مكلف جدا جدا جدا، تمام. لكن طول ما انت ماشية كيتو كلاسيك، الكيتو مش مكلف اطلاقا، مش مكلف اطلاقا. بالنسبه للخضروات الورقيه انت محتاجه مثلا قلنا من 3 ل 4 رباط خضروات ورقيه في اليوم، يعني جنيه ونص 2 جنيه، مش دي الحاجه اللي هتطلعك. بالنسبه للدهون البروتين اللحمه او الفراخ بيبقى معاها الجلد بتاعها، فهتحتاجي من 10 15 جرام دهون، كمان 20 جرام دهون. الباكت بتاع الزبده اللي هو دوت ب 30 جنيه 200 جرام، وتقعد معاكي كتير. احنا بنتكلم في من 20 ل 30 جرام زبده في اليوم بالكتير جدا جدا، فهتقعد معاكي كتير. فمش دي الحاجه اللي زي ما بيروجوا لها كده ان هو مكلف. بالنسبه بقى اللي عايزه حلويات او مكسرات بزياده او كده، هو هتبدا التكلفه من هنا. طيب في نقطه بس بسيطه كده الاول، هو في نوعين اتنين من الكيتو، انواع الكيتو، في كيتو كلاسيك والكيتو ليزي كيتو، او الكيتو النورمال او الكيتو العادي زي ما بيحبوا ويسموه. وفي طبعا نوع ثالث اللي هو الديرتي كيتو، بس دوت احنا مش هنتطرق له نهائي لان ده بيدمر الصحه. الكيتو الكلاسيك البروتين الدهون الخضروات الورقيه، مفيش اي حاجه تاني، هو دوت اللي مش هيكلفك، تمام. وانت محتاجه تمشي على الكيتو الكلاسيك اطول فتره ممكنه عشان يبدا الجسم يخش الكيتوزيس بسرعه، وتبدا تنزلي الميه المتخزنه في جسمك، ويبدا الجسم يحول الاليه بتاعه الحرق بتاعه من سكريات يحولها لدهون، يبدا يحرق من الدهون. طيب الكيتو النورمال بقى هو اللي بنبدا ندخل فيه الجبن بانواعها، طبعا كل الجبن اللي هي عاليه الدسم زي الموتزاريلا زي التشيدر زي الجبن الثانيه، ممنوع ندخل اي جبنه جواها زيوت نباتيه. فلو جينا مثلا نتكلم عن البريزيدون، هي ما فيهاش زيوت نباتيه، الجبنه البراميلي او الثلاجه اللي هي العلب بتاعتها، او الجبنه الكيري المكعبات. هتستخدمي اي نوع جبنه مكتوب عليه 100% طبيعي، اي تنتوفه زيوت نباتيه انت كده بغض النظر عن انتي تخرجي من الكيتو، المشكله ان دي بتعلي جدا جدا الدهون الثلاثيه في الجسم، فدي بتضرك. طيب الكيتو النورمال العادي او الليزي كيتو دوت برضو داخل فيه المكسرات، انتي محتاجه حفنه من المكسرات، يعني قد ايدك كده اهوت مليانه مكسرات، يعني قولي 20 30 جرام حاجه زي كده، من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع بس، او حتى مره في الاسبوع، فديت حوالي 50 جرام. كيس اللوز صغنور كده من المقله ب 6 جنيه في 25 جرام، او حتى لو هتشتري ربع كيلو هيقعد معاكي كتير، تمام. احنا كده كل دوت بنفنت الحته بتاعت هل الكيتو ده مكلف ولا مش مكلف،
تمام. اتمنى ان النقطه ديت تكون وصلت على مستوى الوجبه الواحده يا جماعه، مش مكلف، على مستوى صحتك، على مستوى ان انت تفقدي وزن بدون اضرار. خاصه نقطه مهمه جدا، الكيتو هو النظام الوحيد اللي ما بيعملش ترهلات نهائيا. شوفي اي حد عمل نظام الكيتو هيقول لك النقطه دي. نيجي عند النقطه بتاعت ازاي اكون عندي بدائل رخيصه. بدل الجبنه الموتزاريلا ممكن استخدم جبنه قريش، ليكي برده 30 جرام. ممكن الكيري انت هتاخدي مكعبين على فتره، فبرده ما تعتبرش غاليه زي الموتزاريلا او الشيدر او الكشكول، يعني او الانواع الثانيه الكتيره فعليا غاليه. بدل ما استخدم جوز الهند اللي هو دقيق جوز الهند او دقيق اللوز، ممكن اعمل دقيق جوز الهند في البيت، بيتعمل بسهوله جدا. هو مجرد ان هو بيطحن جامد وبيتغربل، بالمنخل بيتعمل بالمنخل، فبيبقى نازل البودر دوت الدقيق، فبتستخدميه. بديل قشور السليم غاليه طبعا، بتاعت 200 النص كيلو ب 500 جنيه. بنعمل قشور السليم في البيت اللي هي من بذور القطونه وبنطحنها، بتبقى قشور السليم، وان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعها. فعليا انا عملتها، دي قشور بتاعت السليم المعموله من بذر القطونه، وده بذر القطونه لسه هيتطحن كمان مره. الكيلو ب 100 جنيه تمام. ان شاء الله ده هيكون منزله لكم في فيديو ايه منفصل. طبعا قشور السليم معروفه ان هي بتستخدم علشان توفر لي في ان انا اجيب دقيق لوز او دقيق جوز هند او كلام من ده. بتستخدم مع المعجنات عشان تربط الماده اللي انا هعجنها. لو هعمل مثلا بسكويت، كنا نزلنا لكم بسكويت قبل كده معمول بجبنه موتزاريلا و100 جرام و100 جرام تانيين من الحبوب والقشور، فدي ممكن يتربط بيها وممكن يتربط بقشور السليم تمام كده. يبقى دي النقطه بتاعت هل الكيتو مكلف وازاي الاقي بدائل رخيصه. النقطه اللي بعد كده، ازاي اوفق بين الاكل بتاع البيت والاكل الكيتوني، ودوت انا هتكلم فيه شويه وبعد كده نخش المطبخ نشوف حبه التطبيقات مع بعض. انت كست بيت عندك حاجه اساسيه جدا جدا مش هينفع تستغني عنها، الا وهي الملح. نسيب الكشكول بتاعنا ده كده ونشوف حاجة مهمة. مفيش أي ست هتقدر تستغنى عن الملح، ده الملح العادي تمام، ال 450 جرام أيا بقى كان سعره، ده الكيس ده ب 2 جنيه، احنا هنبدل الملح بملح هيمالايا. وعارفة إن الموضوع دوت مشكلة بالنسبة للناس، سواء إن هي تلاقيه بسهولة أو إن تكلفته تكون عالية. سعر كيلو ملح الهيمالايا تقريبا بادئ من 80 لغاية 100 جنيه. ده شكل ملح الهيمالايا، كنت وريته لكم قبل كده، اللي هو الملح الروز. في البديل ده اللي هو دكتور صوت، ده الكيلو منه 18 جنيه. الاكياس الصغيره طبعا بتكون اغلى شويه، الكيس الصغير ب 5 جنيه اللي هو ربع كيلو تقريبا تمام. ده البديل. الحاجه اللي بتلخبط في اكل الكيتو الملح اساسي، احنا ممنوع علينا الملح اللي هو فيه صوديوم، الملح العادي اللي هو الملح الابيض ده، ده انا بجيبه عشان اغسل بيه وانضف بيه اللحم السمك الفراخ الكلام من ده. فبقيت استخدم الملح دوت لينا كلنا في البيت عشان ما يبقاش فيه منعزله عنهم ان انا هعمل اكل ليا واكل ليهم. طيب انت في الكيتو مسموح لك بسبانخ، الملوخيه، الباميه، الخبيزه، يعني هي الحاجات الورقيه تمام. وطبعا الفاصوليا الخضراء برضو انت بتحسبي لك الحاجات ديت بتحسبيها للورقيات اللي انت بتاخديها في الحدود بتاعتك، بحيث انك برضو ما تزوديش قوي فتعلي نسبه الكارب الخفي، فتقعدي بعد وقت تقولي انا وزني مش بينزل ليه تمام كده. يبقى اول نقطه بالنسبه لي كست بيت ان انا بستخدم السمنه، قصدي الملح الطبيعي اللي هو الملح اللي هنقدر نستخدمه لينا كلنا. تاني حاجه ان انا بستخدم الزبده، الزبده الفلاحي او الزبده البلدي لينا برده كلنا، الا لو حاجه تخصهم هم فبستخدم لهم زيت عادي اللي هو زيت ذره او زيت عباد زي الرز والمكرونه، الحاجه اللي انا استحاله ان انا اقرب منها. نشيل دول. اي اكل هعمله هنتشارك فيه كلنا كاسره، بكون عامله حسابي ان الاكل دوت في الملح مستخدمه كده والسمنه الطبيعيه كده. فانت عندك الوجبه الاساسيه بالنسبه لك البروتين، بعد كده بيبقى في زياده ليكي انت الخضروات، وهم بالنسبه لهم العيش والرز المكرونه. وده بينقلنا بقى النقطة تانية، ايه هو البديل بتاع العيش او صعوبه التخلي عن العيش. لو مش هتقدري تتخلي عن العيش فانت ممكن تاكلي بخس، ممكن تضيف الخضروات مثلا لو باميه ممكن احط جنبيها السلطه وهقلبهم، او حتى ده سبانخ وهاكلهم مع بعض. الفكره مش انك تتخلي عن العيش، حطي كده قرني ما بينهم، اتخلى عن العيش ولا اتخلى عن صحتي، اتخلى عن الرز والمكرونه ولا اتخلى عن صحتي. لما تفكري في ده كويس هتعرفي ان انت بسهوله جدا جدا تقدري تتخلي عنهم. في ناس كتيره جدا 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 عاملين العيش الكيتوني بحاجات وهميه،
على اليوتيوب موجودين تقدري تشوفيهم وتقدري تختاري بديل. انا كمروه انا دلوقتي بقالي 6 شهور في الكيتو لسه ما عملتش عيش، لسه ما يعني تخليت. تعالوا بقى نشوف كده مجموعه من الوصفات بتاعه الاكل بسهوله، طبعا مش هيكون في سرد للوصفه هي ايه اللي وفقت بيها بين الاكل الكيتوني والاكل العادي. بس في نقطه كمان من الحاجات المهمه في الكيتو، المخلل او المحلول الكيتوني او ميه السلطه اللي هي خل التفاح والملح الهيمالايا والليمون، ودي عارفين ان هي حاجه اساسيه بالنسبه لي. بعد فتره بقيت اعمل نفس المخلل بالمكونات ديت، فما بقاش محتاجه ان انا اخد ملح كيتوني لوحده مع مخلل التفاح اللي هو المحلول الكيتوني، لا بقى المخلل بيعوض كده. ودي بقى عارفين المخلل او طبق السلطه من الحاجه الاساسيه الموجوده على اي سفره او على اي ترابيزه للاكل، فكده برضو دي جزء من الحاجات اللي شاركتهم. احنا شاركنا كده وماشيين مع بعض بالبروتين، بناكل نفس الحاجه مع بعض، وطبق السلطه او المخلل بناكل نفس الحاجه مع بعض. يلا ندخل للمطبخ بقى ونشوف كام وصفه انا عملتهم ازاي ووفقت ما بينهم ازاي بين الكيتو والاكل العادي. على المطبخ بقى، ودي وصفات انا وفقت بيها بان انا هعمل اكل ليا لو اكل كيتوني مع الاكل بتاع البيت من غير ما ابقى محتاره او قاعده منبوذه منهم. ده هنا الخلطه بتاعه المحشي العاديه خالص، ومفيش اي فرق غير ان احنا استبدلنا الرز بقرنبيط مطحون وحطينا جزء من اللحمه المعصجه. التريكات كلها بتاعه المحشي دوت نزلتها لكم في فيديو مخصوص ان شاء الله تلاقوه وتعرفوه. عملناه نفس كل حاجه بالظبط. ممكن بقى وانت بتحشيه تحطي فاصل بورقه فويل بين المحشي بتاعك وبتاعهم، او تعملي كل واحد في حله مختلفه. والخلطه زي ما انت شايفه كده قصاد عينيكي هي هي بالظبط، ما تفرقيش بينها غير بس عشان منظر اللحمه والتسويه. الفرق ما بين المحشي دوت ودوت ان انا لازم احط شوربه قليله للمحشي الكيتوني، وده بتاعهم وده بتاعي، عادي جدا جدا وبمنتهى السهوله. انت بدل حبه الفكره اسفه، انت بدل حبه الفكره وحبه التجربه صدقيني هتبدعي، وصدقيني مش هتلاقي حاجه توقفك خالص، هتفضلي مكمله وماشيه وكله هيبقى زي الفل. هتبقى المساله بالنسبه لك متعه. من الحاجات التانية كمان اللي بنشارك فيها الطعميه، في اختلاف، خلينا نوضح ان بس في اختلاف من الناس بتقول ان الحمص معانا او الحمص مش معانا. الطعميه بتاعه الحمص كده كده مكونات الطعميه واحده، بس تفرق ان الاكل العادي او الكرب بيبقى بالفول المدشوش والتانية بتبقى بالحمص، لكن النتيجه واحده. ومن الحاجات اللي ممكن برضو نتشارك فيها في يوم زي يوم الجمعه على الفطار ان يكون الاكل واحد كلنا بناكل منه، يعني هيبقى فيه دي بتاعتي ودي بتاعتكم، بس هما ممكن ياكلوا من اللي انا باكلها طبعا عادي جدا. الطعميه اللي معموله بالحمص والله طعمها فعليا احلى بكتير من اللي معموله بالفول المدشوش. من الحاجات التانية للمشاركة البيض، البيض بكل أنواعه طبعا، وخصوصا العجة زي عجة البروكلي أو أي أنواع من العجة، فدي كلنا هناكل من نفس الحاجة، فمش هشغل بالي إن أنا هاكل إيه. نيجي بقى لنقطة السلطة، هنا ده كذا نوع من السلطة. بقطع الحاجة الأساسية اللي هي الطماطم والخيار، الطبق الصغنون ده لبنتي تمام، بعد كده ابني بيحب معاه فلفل، خلاص أوكي. لما هاجي أزود بقية المكونات أنا عارفة إن أنا هاخد كمية خضروات ورقية أكتر منهم، فهنقص جزء لزوجي ما فيهوش طبعا نفس كميه الخضروات الورقيه، وبعد كده هزود الباقي الورقيات ليا انا. لو انت ما كنتيش شفت الفيديو بتاع ازاي نستخدم الورقيات صح في الكيتو، فانا هقول لك ان انا بعمل ايه. كل اللي بعمله ان انا بس بخرطها بالمخرطه، فبتبقى ناعمه جدا ما بتاخدش مكان كده الضخامه ديت، وبعدين بيبقى طعمها حلو ومستساغ اكتر بكتير زي ما هتشوفي كده. خلاص بسيطة جدا جدا. نيجي بقى نقطة التحمير، لو انا هعمل حاجة زي مخلات او مقلي بتنجان، فبستخدم زيت جوز الهند دوت، العلبة سعرها 50 جنيه، مش مكلفة، ودي برضه من الحاجات اللي بنتشارك فيها كلنا مع بعض. النوع دوت ما بيديش الريحة ولا الطعم الاوفر بتاع جوز الهند، فتقدري ان هم كلهم هياكلوا منه في البيت عادي جدا بمنتهى الاريحية. انا بس بديكي افكار لحاجات كتير ممكن تتعمل من غير ما تدوخي نفسك. اصل انا كيتو يا جماعه، فهتلاقي يقول لك كيتو ما يلهفك، يعني ما تقرفيناش في عيشتنا بقى الناس اللي هي ده اصلي، عارفين انت مش عارفه اعبر عن الكلمه دي اللي هي واخده جنب اصلا، يعني لا عادي جدا جدا هناكل ونعيش حياتنا بسهوله وبيسر مع اسرتنا من غير ما نعمل اي فرق خالص. نفس الحكايه المخللات بانواعها، لا ده الملح مالها طبعا غالي، يبقى هنستخدم ملح بحري. والسمك مثلا زي دوت سمك سنجاري او سجق، طبعا سجق معمول في البيت، برجر معمول في البيت،
كل الوصفات ديت موجودة على القناة كلها، ينفع ان انا استخدمها كيتو. بس انا يا جماعة غير الملح طبعا، الكوارع من الحاجات اللي بنتشارك فيها كلنا، مفيش بالنسبة لها اي مشكلة. وحسن الختام واللذيذ وهو الفسيخ او الرنجة برضو من الحاجات الكيتو. عرفتوا قد ايه سهل وبسيط؟ اخر نقطة معانا، ازاي اطبق الكيتو بره البيت، لان في ناس بتبقى مشكلة بالنسبة لها ان هم انا هكمل ازاي وانا بره البيت. عندك اول حاجة القهوة الكيتوني اللي هي البولت بروف، اللي هي القهوة ومعاها معلقة زبدة وبنضربهم في الخلاط. الزبدة كام؟ من 10 ل 15 ل 20 ماكسيموم جرام من الزبدة. انت مع الوقت عينيكي هتبقى ميزان وهتقدري تعملي الموضوع دوت، او قالب الزبدة هتقطعيه مكعبات، هو 200 جرام، بحيث ان تبقى مظبوط بالنسبة لك هتاخدي قد ايه. هتاخدي البولت بروف بتاعتك دي في الترموس بتاع القهوة، ودي طبعا بتسد النفس وبتشبع جدا جدا. لو انا بره البيت ممكن اجيب كيس او كيسين لوز، ممكن اجيب مثلا تمن لب سوري، ممكن اخد علبة تونة، ممكن اكل فراخ او لحمة مشوية، ممكن اخد بسطرمة، ممكن اخد جبنة كيري مكعبين ثلاثة جبنة كيري، لان انا مضطرة انا بره البيت، فما فيش يعني لو انا هروح مطعم مع اولادي سهل ان انا اخد فراخ او لحمة او الحاجات ديت. طبعا الكفته لا، لان بيحطوا عليها برغل او فول صويا او اي حاجه تانية مكون غير كتوني، فمش مضمونه. السمك ممكن اكل سمك مشوي، ممكن اكل سي فودز، الحاجات ديت مفيش مشكله بالنسبه لها ان انت تاكليها بره البيت خالص. طبعا ممكن القهوه زي ما قلنا، فكده مفيش بالنسبه لي ازمه ان انا ازاي انا بره البيت، وانا مش هعرف اخرج، انا مش هعرف اروح عند اصحابي عند قرايبي. لما تروحي بيركزي على البروتين وكل المخلل او السلطه بتاعتك، وعرفيهم وزودي الوعي عنهم ان انت بتحافظي على صحتك دي في الحاجه في المقام الاول. مع الوقت بقى انا حتى لو عايزه حلويات كيتونيه هتلاقي وصفات كتيره فعليا سهله. انا كانت اسهل حاجه كيتوني بالنسبه لي بعملها الزبده، بتاعت زيت جوز الهند بتاعت ابو عوف، ودي كنت باخد منها معلقه على معلقتين جوز هند بودر، جوز هند مبشور عادي، واقلبهم مع بعض ويتعمل كور صغيره كده او تتاكل كده بالمعلقه، بتبقى حاجه جميله جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه كمان عملت الشوكولاته الدارك. الشوكولاته الدارك معموله في البيت والطريقه بتاعتها سهله جدا جدا، ان شاء الله هنزلها لكم فيديو. نفس مقدار زيت جوز الهند او الزبده، نفس المقدار ده بنحط كاكاو خام، كاكاو خام بس، وبنقلبهم. ممكن تحطي سكر ستيفيا او ما تحطيش، وبننزلهم في قالب زي دوت. هاتي قالب سيليكون زي دوت، مش غالي وهينفعك في حاجات تانية كتير، وبس كده تحط في الفريزر، ولازم تفضلي محتفظه بيها في الفريزر. الشوكولاته الدارك اللي من بره حتى لو كان مكتوب عليها 90% دارك، صدقوني لا مش دارك وفيها نسبه سكر. اي حاجه اي حاجه انت بتفكري تشتريها من بره لازم تبصي على المكونات بتاعتها، تتاكدي ان هي ما فيهاش نشا، ما فيهاش سكر باي شكل من الاشكال. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده ما يكونش طول عليكم، ويكون فيه معلومه او اكتر جديده بالنسبه لك تقدري تستفيدي بيها. شير للفيديو عشان تفيدي اصحابك كمان وتكبري عيلتنا، وان شاء الله تكونوا منستوش تعملوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.